كل واحد عايز يقول له انا اهو الشناوي لما جه لعب الماتشين الاخرانيين او الماتش الاخراني الودي واقف، انا حاسس ان هو عايز يقول للجهاز الفني انا اهو هجيبها من اي حته، انا من المقص من اي مكان، انا هقفل الموضوع، ما عندوش الحقيقه ازمه. واعتقد ان هم بيكسبوا رهان صبحي، واعتقد ان هم بيكسبوا رهان الشناوي، واعتقد ان هم يعني حضروا شريف اكرامي بشكل كويس. برضو نعرف التفاصيل بقى من كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى منتخب مصر. كابتن زكي مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، نحمد ربنا الحمد لله. الاول الحمد لله على السلامه من غانا. الله يسلمك. الناس ما تعرفش ان انت اقصر رحله في العالم. رحت رحله 24 ساعه لغانا وجيت. بالظبط كده، الطياره اللي ودتني هي الطياره اللي جابتني. طمنا بقى حضرتك، يعني رحت طمنت على الاوتيلات، على الملاعب، على الاستعدادات، ايه لقيت ايه بقى؟ الدنيا كويسه الان؟ في مشاكل ماشيه؟ بص حضرتك، اللي طبعا احنا في غانا برضه بافريقيا مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه بسهوله هناك. احنا كان في فندق اللي هو يعتبر احسن فندق هناك 5 نجوم، بس فريق غانا حجزته. انا حتى قعدت مع المدير الفندق، قعدنا اكتر من ساعتين حاول معاه ان احنا ننزل ومفيش مشكله، وحتى دخلت له في حته ان احنا ممكن يعني قدام العالم كله ان فريقين عايزين يوصلوا كاس عالم، ولو كده قاعدين مع بعض بقى كويسه لافريقيا قدام العالم وكده. الراجل برضه قال لك لا، الاتحاد الغاني حاجز وممنوع تنزلوا هنا. فما كانش في قدامنا ان احنا نشوف فنادق ثانيه، وده الفندق الوحيد اللي هو 5 نجوم، بقيه الفنادق الموجود كلها 3 نجوم. فشوفنا 4 5 فنادق، فنقينا واحد ان شاء الله ربنا يسهل ويبقى مناسب. ونفس الشيء في الملاعب، ونقينا برضه الملعب اللي هو ان شاء الله يبقى مناسب وقريب من الفندق وربنا يسهل. هي يعني ما هيش وحشه قوي، ما هيش طبعا حاجه كويسه قوي، بس معانا رجاله وشفنا اوحش من كده كتير يعني. يا رب ربنا هيكرمنا ان شاء الله. الرجاله دي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن زكي، على القايمه، هل اعلنتوا القايمه بالفعل؟ وانا بكلم حضرتك دلوقتي المفروض ربع ساعه كده ان شاء الله الكابتن ده يعلنها على الموقع الرسمي ان شاء الله للاتحاد، وان شاء الله تعالى ما فيش ربع ساعه من دلوقتي ان شاء الله. تمام يا فندم، احنا برضو ملتزمين، يعني احنا هناخدها من الموقع زينا زي اي حد، ما عندناش مشكله، بالعكس احنا محترمين جدا السيستم ده. كل الناس بتقول امبارح كانت بتتكلم عن القايمه وبتقول ان ما فيش حاجه حسمت في القايمه لحد دلوقتي غير مركز حراس المرمى اللي تاكد وجود الشناوي، شريف اكرامي، محمد صبحي. ده حقيقه، مش ان دي حقيقه. يعني ده حقيقه موجود مظبوط، الثلاث دولت ان شاء الله هم الموجودين ان شاء الله. طمنا يا كابتن زكي على الشناوي، يعني انا شفت كنت لسه الحقيقه بتكلم، شفته في اخر لقاء ودي بيأدي التمرين بشكل، انا اتفرجت عليه بيأدي التمرين بشكل اكتر من رائع، بيرجع حسيه المباراه في دقيقه، شفته في المباراه الوديه اكنه بيلعب على طول، عايز يوصل رساله للجهاز الفني يقول لكم انا جاهز اهو انا واقف. يعني هل الكلام ده صح غلط؟ مش عارف، حضرتك ادرى. مفروض يا كابتن سيف، وما ننساش الشناوي، بص راضينا ما رضيناش، الشناوي مستقبل حراس المرمى في مصر، امكانياته عاليه جدا وبيتعلم وصغير وبيتعلم، في حصلت له دروس برضه في الفتره اللي فاتت دي، كان لازم يتعلم منها حته انه يروح نادي ما يلعبش، الحاجات دي كلها، ما يبصش على الماديات هتيجي بعد كده، يبص الاول ان هو يحسن مستواه ويلعب ويثبت وجوده، لان امكانياته ممكن يلعب في اي نادي في اوروبا. يعني اي نادي في اوروبا، لو انا في 18 حارس مرمى مرنتهم في حياتي في التاريخ الواسط بيلعبوا في اوروبا، انا احط شناوي من 5 منهم، فامكانياته عاليه جدا جدا، فربنا يسهل ويتعلم وان شاء الله يعني مستقبل مصر فيه. واحنا شايفين هذا حضرتك، حتى بيلعب مع النادي المصري دلوقتي 5 ماتشات، لعب معانا الماتشين اللي فات دولت، بعدين كلنا بنتكلم عشان ما ننساش محمد صبحي خبرته كبيره طبعا موجود في طبعا الصورة. جون كبير طبعا. ومحمد صبحي لعب ماتش اوغندا اسمه مع الشناوي اللي فات دوت، ولعب ماتش اوغندا 14/8 اللي كان في الجونه، وكان هايل الماتش، ما كانش مذاع، فاكر 14/8 اللي كان في الجونه، الماتش اللي في الجونه ده محمد طبعًا صبحي لعبه طبعا وكان هايل. وحتى اخر 10 دقائق ادينا المصعد عوض اخر الماتش. فاحنا بنبني في ناس جديده عايزين نشممها، اللي هم صايعين ده شمم، يعني ايه منتخب مصر؟ انا واحد زي مصعد عوض لما كان بيجي التمرين بيجي مع الفرقه وبيجي المعسكر، يعني ايه منتخب مصر؟ فما يرجع ناديه عايز يرجع تاني منتخب مصر، بيديله خبرات يتمرن مع الناس دي الكبار دولت، شوف يعني ايه منتخب مصر يتمرن مع النجوم ابو تريكا والناس دي، فما بيرجع عايز يلعب. انا مش انا لو قعدت احتياطي او قعدت في حته مش هلعب فيها، مش هروح المنتخب طبعا. فواحد زي مصعد عوض دلوقتي في النادي الاهلي عايز هيقاتل عشان يلعب، او النادي الاهلي ممكن يبعته اعاره لنادي تاني عشان يلعب، لان الواد امكانياته كويسه. نفس الشيء وقلنا عايزين، يعني اذا كنا بنبص على مستقبل الحراسه في مصر لازم يكون عندنا فكر اداري مختلف شويه، ان عندنا حراس موهوبين جدا وصغيرين في السن، بس للاسف ما بيلعبوش. يعني عندك علي لطفي مثلا، في كان في انبي، علي لطفي في انبي مثلا، وكان خد مع كابتن حسام من سنه ونص وبدا لعب،
وبعدين جه الكابتن طارق عاشي مثلا جاب محمد عبد المنصف، محترم عبد المنصف طبعا ما فيش خلاف عليه من احسن حراس المرمى في مصر، بس ايه اللي حصل؟ قعد الولد الصغير ما لعبش. في ما في محمود شكري، انا قلت قبل كده محمود شكري في الاسماعيلي جه ابناء كان منتخب الاولمبي في السنه اللي فاتت معانا معسكر وامكانياته عاليه جدا، حتى كلم سياده العميد محمد ابو السعود انه دي اعاره الناس ديت ماشي ما بيلعبش في نادي، يعني النادي الاهلي مثلا ديك مثال، مثلا النادي الاهلي دلوقتي متعاقد مع مسعد عوض لخمس سنين، ربنا يكرم الدوري يرجع، ممكن النادي الاهلي يديله اعاره لاي نادي محتاج حارس مرمى. مظبوط. النادي الاهلي هيوفر العقد بتاع اللي هيدفعه لمسعد عوض، هيوفره ويروح يلعب في النادي دوت، هياخد خبرات، ياخد خبرات لانه صغير وعنده امكانيات كويسه، بس هيغلط، لازم يغلط، مفيش حد يتعلم ببلاش، فلازم يغلط، خليه يغلط مع حد ثاني، خليه ياخد الخبرات دي ويرجع لك لما تحتاجه. يعني انا اديك مثل احسن مثلا ممكن اقول لك تيم هاورد مثلا. هاورد كان في مانشستر يونايتد، راح مانشستر يونايتد لعب في اول سنه، مانشستر يونايتد كان شريب ب 900,000 دولار من النادي بتاعه في امريكا، راح مانشستر يونايتد قعد لعب سنه، جه فاندرسار اتعادل مع فاندرسار، تم لقى نفسه بيلعب ماتش وما بيلعبش، ما كانش بيلعب باستمرار، اديله اعاره ايفرتون، اديله اعاره ايفرتون، خد عقده ايفرتون بيديله فلوسه، وفي شرط الاعاره انه ما يلعبش ضد مانشستر يونايتد، يعني شرط الاعاره، فقعد سنتين اعاره مع ايفرتون ما بيلعبش ضد مانشستر يونايتد، في نفس الوقت النادي مانشستر وفر العقد تيم، وبعدين لما جه ومشى كويس مع ايفرتون باعوه ب 3 مليون لايفرتون، فكسبوا وتيم هاورد كسب وايفرتون كسب ومانشستر كسب، هو نادي ومنتخب امريكا في نفس الوقت كسب، لان اللعيب بيلعب في الدوري الانجليزي، فعايزين احنا نفس الفلسفه دي تتغير شويه، مش عايزين حته ان كل واحد يقول لك لا انا هخليه ممكن احتاجه ماتش في السنه ولا حاجه اخليه، والولد مستقبله يروح نقعد على الدكه طول النهار، مش هينفع الكلام ده. كلام حضرتك محترم جدا 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 جدا. عايزين فبنبص لقدام ونبص للحته دي ان شاء الله، احنا عايزين باذن الله باذن الله يعني ربنا يكتبها لنا ان شاء الله نص كاس العالم، وان شاء الله ارجع امريكا وشايب وشايب ان شاء الله في خمس ست حراس ل 15 سنه قدام مصر ان شاء الله. ان شاء الله نوصل كاس عالم وتروح كاس العالم وتفضل قاعد في مصر يا كابتن زاك ان شاء الله. لا 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 ده اولادي العيال بيكبروا يا كابتن سيف هناك. لا لا ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقك حضرتك والجهاز الفني، يعني صبرتوا كتير الحقيقه الفتره اللي فاتت، وربنا ان شاء الله هيوفقك ويديكوا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر، زي ما بقولت لكم كله عنده شعور، كله عنده حماس، الجهاز الفني عايزين برضو وجهنا رساله قبل كده للاعلام كله في ظهر المنتخب، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. ونرجع تاني للاسماعيلي، باركنا للكابتن شوقي غريب، اطمنا على الكابتن محمد.